وفي النهاية من أجل الوصول إلى حلول وسط لأول مرة يتم مراقبة الانتخابات تحت أذن، مش مراقبة ويتنس إذا بتذكروا إخواني اللي شاركوا مشاهدة، فكان هناك مشاهدين للانتخابات وذلك جرى في عام 2010. حاليا قانون الهيئة ينص أن الهيئة هي التي يجب أن تتعامل مع المراقبين، وهناك مراقبين دوليين ومراقبين محليين وأداء ويقومون بجهد رائع. فهذا عام 2010 كان وصولهم ويتنس، وحاليا هم المراقبين والجميع يتذكر ذلك اللي كانوا حاضرين. يعني كثير من التظاهر مستقبل الانتخابات إلى تشرف بأن أكون رئيسها. كان هناك نقاشا مطولا ايضا في عام 2010 على ضروره انشاء الهيئه المستقله، ولا اريد ان ادخل بالتفاصيل وما جرى في ذلك الوقت من اختلاف حولها اصبحت حقيقه في بعد ذلك، والمحكمه الدستوريه والتعديلات الدستوريه. الى ان وصلنا انا اعتقد الى هذه التطورات التي جاءت عن نتاج عمل اللجنه الملكيه، ولكن اشكر جميع اعضائها بغض النظر عن ارائهم والاختلاف، كان لهم دور كبير في الوصول، واللي تشرفت ايضا بوجودي فيها لهذه المخرجات. نحن مستعدون في الهيئه المستقله حسب ما ينص عليه القانون ان نتعاون مع جميع الاحزاب السياسيه الجديده، وسواء التي سوف تقوم بطلب التاسيس او ايضا في طلب تصويت وضعها. نحن ايضا نتعامل حاليا، وكما ذكر الدكتور عامر، نشاط كبير لاول مره في المدارس التربيه والتعليم الصف العاشر والحادي عشر، من اجل ان يكون هناك كتيب ايضا حول التربيه الوطنيه المدنيه، حول الديمقراطيه، التعدديه السياسيه، الاحزاب السياسيه واهميتها. المهندس مراد صديقي يبتسم، لكن هذا حقيقه سيدي. 15 لقاء تم في مدارس التربية الصف العاشر والحادي عشر، وتم هناك نقاش واسع حول قضايا وأسئلة جريئة. أيضا هناك نظام سوف تقوم بإصداره الحكومة لتنظيم العمل في طلاب الجامعات في مؤسسات التعليم العالي باختلاف جامعات أو معاهد إن شاء الله قريبا، لكي يستطيع الطلاب أن يمارسوا نشاطهم السياسي والحزبي في الجامعات الأردنية، وسوف تكون مفتوحة هذه المؤسسات لجميع الأحزاب بعد تصويب بعضها، وأيضا للأحزاب الجديدة إن شاء الله. شكرا، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. أشكر القائمين، أشكر راسد، أشكر جميع الحضور، الأحزاب السياسية، ممثلي الأحوال، نشطاء السياسيين وأعضاء مجلس النواب و سيدات ورجال، شكرا لكم، يعطيكم العافية. أيها الجمع الكريم، نبدأ الآن إلى جلسات هذا المؤتمر تحت عنوان مسرعة الإصلاح السياسي. كيف الدفاعي بريجيت السفيرة البريطانية وجونز من المعهد الجمهوري الأمريكي. أهلا بك. إحنا معنا ساعة ونص مضغوطين بالوقت، لذلك نبدأ مباشرة في حديثنا ونقاشنا. في البداية شرف كبير إنه أكون معيكم في هذا الصباح، وأشكر الهيئة المستقلة مركز راصد على جهودهم في المساهمة في نشر ودعم المبادئ الديمقراطية على المستوى السياسي والوطني. والجمع الكريم في هذا الصباح خير دليل على اللي عم يكون. وكما تفضلتم مر عام على صدور الرايه الملكيه بتشكيل اللجنه الملكيه لتحديد الموقف السياسي. واحداث كثيره تخللت العام، ابرزها العمل الدؤوب من اعضاء اللجنه بصفتهم الشخصيه وجميع الجهات الرسميه والاهليه الداعمه للعمل. وتوج ذلك كله بإنجاز الإطار التشريعي اللازم لتسهيل الانتقال نحو المرحلة، والشكر لمجلس النواب ومجلس الأعيان والحكومة الرشيدة والمواطن الأردني اللي كان جزء أساسي من هذه العملية منذ البداية. ومنذ اللحظة الأولى من تشكيل اللجنة
كنا نتحدث عن ما بعد اللجنة، وبأن عمل اللجنة جزء بسيط من اليوم الذي يلي. ودائما كنا نقول بأن الإرادة الشعبية الداعمة والاحتضان الرسمي هو الأهم، وتشريعات لوحدها لن تغير شيئا. والواقع أنه بعد توافق الأطراف السياسية والفكرية المختلفة جميعا الحمد لله، وهذه حصلت لأول مرة وقاعدة يبنى عليها، وإن شاء الله ستكون الانتخابات الأولى هي المقياس لهذا الجهد. ففي الكثير نسأل شو اللي العمل الآن، مع أنه ما في وقت. أنا أعتقد بأنه من اليوم في سنتين أن يكون الأحزاب مش فقط تأسسوا ولكن عندهم برامج حقيقية، وأيضا برامج أقنعوا فيها المواطن الأردني للدخول للانتخابات. والانتخابات القادمة وضمن أهم انتخابات، لأن المواطن الأردني إذا شعر بعد الانتخابات بأنه هذه الأحزاب البرامجية وصلت إلى البرلمان ولم يكن لها برامج حسب ما وعدت، أعتقد أنه هذه الانتكاسة الحقيقية لعملنا جميعا. ولكن حصل كبير لحد الآن تعديل المستور، ومعه عدد من أهم القوانين الضامنة للحياة السياسية، اندماج عدد من الأحزاب والتيارات القائمة ضمن أطر جديدة جامعة، والسير في إجراءات ترخيص 7 إلى 8 أحزاب جديدة وجولاتها في بقاع الوطن من أجل شرح رؤاها، والاهتمام الشعبي الذي يحيط هذا الجهد، وبالأخص اهتمام الشباب، وهذا شيء يدعو للمفخرة. وطبعا مع ذلك كله نقول بأن أي عمل نقوم فيه ليس كافيا، فيجب أن يكون أكثر وأعمق وأسرع، ولكن بدنا نكون منصفين أيضا لأن العمل الذي حصل عمل يشكر عليه. من أهم ما نحتاجه هو العمل مع الموظف الرسمي وعلى نظرته اتجاه الأحزاب لإزالة ما عرف بأذهاننا جميعا من رواسب التخوف من الحياة الحزبية. فيجب أن تكون الرسالة واضحة بأن الحياة الحزبية اليوم هي الوسيلة للوصول للمواطن وإرادته للبرلمان والبرامج التي سيحاسب الأحزاب عليها. ومع الاحترام لجميع النقابات والروابط المهنية ودورهم الكبير والتقدير لهم والمؤسسات المجتمع المدني، لكن عليها إفساح المجال أمام الأحزاب لأداء دورها الطبيعي والتوقف عن مزاحمتها في العمل السياسي. فهذا اللي نتحدث اليوم، عنوان الهوية الجديدة هي الأحزاب، وإذا أي تعبير سياسي يجب أن يكون اليوم من خلال هذه الأحزاب. فبإذن الله كل نقابي وكل مواطن أردني يستطيع أن يدخل ويقود الأحزاب هذه ويعبر عن رأيه السياسي، ونترك النقابات المهنية لتحسين المهن وتحسين الخدمات التي تقدم. هناك أيضا حجمة كبيرة من التوصيات والأهداف التي عملت عليها اللجان الفرعية من أجل دعم الإطار التشريعي عبر التغيير الثقافي المتدرج والتأهيل السياسي، والتوصيات كثيرة ولا ندخل فيها الآن، ولكن إذا سمحتوا لي بعجالة تحدث عن الانتخابات والنظام الانتخابي الذي عزز التكتلات السياسية ولكن على أسس برامجية. فالهدف ليس الوصول للبرلمان وليس عدد المنتسبين في هذا الحزب، فلا نريد أحزاب تنظر إلينا ومن يحصل على أكثر الأصوات والأحزاب توصل للبرلمان ولكن ما في برامج
وهذا بيكون تغيير لشكل القائمة اليوم، بدل ما يكون أحزاب حقيقية برامجية تعبر عن رغبة المواطن. وهذا يتطلب أن النجاح يكون مربوط بالوعود، ويكون في الوعد والبرنامج ومحاسبة الحزب على هذا الأساس. وإن شاء الله بالأحزاب الجديدة نرى ذلك، وعندنا سنة ونص يمكن من لبلورة هذه البرامج والعمل عليها. ويجب أيضا إنشاء وحدات متخصصة بالمعلومات والبحوث والاستشارة. الأحزاب القديمة نتمنى بأن تتماشى مع روح العصر ولغة الشباب، وتحافظ على هذا التطوير بشكل مستمر، لأن التغيير هو الثابت الوحيد في الدنيا. فبإذن الله في ضرورة بأنه الكل ينظر للشباب بنظرة مختلفة كليا عن النظرة السائدة حاليا. وعلى الأحزاب أيضا التخلي، وإذا سمحتوا لي وأنا لا أخصص، عن لغة الخطاب التي يعتمد الشعارات العريضة غير القابلة للتطبيق، وتمس شعور وعاطفة المواطن، ولكن ليست لا بالمدى الطويل فعلا لا تحقق المطلوب. والتوقف عن الخطاب الاستعلائي ايضا والوصائي في حديثها مع المواطن، خاصة بموضوع الشباب والمرأة وحول المصلحة العامة. ويجب مخاطبة المواطن كشريك واعٍ في العملية السياسية، وهدف أساسي يسعى الحزب لنيل رضاه. على الحزب الذي يصل موقع مسؤولية سواء في البلدية أو البرلمان أو الحكومة أن لا يتخلى عن المواطن وينقلب على أي برنامج، ويتذكر المواطن بعد 4 سنوات، لأنه هذه هي الانتكاسة الحقيقية التي لا سمح الله ستحصل للحياة الحزبية. لأنه إذا المواطن اليوم ما شعر بأنه الحزب غير حياته بعد 2 سنوات ب30%، لن يكون متشجع لـ50% و65% اللي موجودة في القاعدة. والشباب والشابات المنخرطون أصلا في الأحزاب عليهم مسؤولية أكبر، فيجب أن يكون هدفهم الأول هو تشجيع أقرانهم على الإفراط في العمل السياسي. وعلى المرأة إذا سمحوا لي أن لا يقبلوا أن يكونوا رقم في الأحزاب أو مجرد للقبول ترخيص أي حزب يجب أن يكون في 20% سيدات. مش هذا المطلوب، المطلوب أن تكون السيدة قائدة في ليس فقط في الأحزاب ولكن في المجتمع وعلى كل الأصعدة. والأردن سبق كثير من الدول الغربية في إعطاء الأمم حقا للانتخاب، واليوم نرى هذه الدول الغربية تقودها سيدات ونحن ما زلنا نتكلم عن تمكين المرأة. فـ20% قليلة وغير كافية، ويجب أن نعمل جميعا على رفعها دون اللجوء إلى الكوت. وأيضا 13% طبعا دورة في الاقتصاد أيضا شيء قليل ويجب أن يزداد. وبالنسبة للشباب، الشباب أكبر كتلة في الوطن، ويجب أن يكونوا جزء أساس من اتخاذ القرارات، لأن ما نعمله اليوم سيكون هم الذي إما يستفيدوا أو يدفعوا ثمنه. فلذلك يجب أن كل شاب
ينظر إلى ماذا يريد بعد 10 أو 20 أو 30 سنة من الأردن، بعدين يرجع للخلف ويشوف شو هو الطريق الصحيح للوصول لذلك، ويروح على الحزب الذي ينسجم معه، وما في إشي صح وما في إشي غلط في رغبة هذا الشاب أو الشابة في هذا الأساس. والأهم بأنه علينا أنه نفتح المجال أمام كل الشباب يعرفوا تجارب الدنيا دول العالم، عشان يعرفوا شو 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 الوضع اللي يحبوا إنه يعيشوا فيه، لأنه ما في إشي اللي هو إشي صح أو إشي لا سمح الله غلط برغبة شخصية، بإنه والله هذه مع الإبقاء على الهوية اللي تجمعتها جميعا وثقافتها وتاريخها. الإعلام المهني ضرورة لعكس الحقيقة في التقدم المهني، والسوداوية إن شاء الله نبعد عنها. وحتى لما يصير في إعلام مرتبط أو داعم لأحزاب كما في العالم كله، وهذه حاصل اليوم في دول زي أمريكا اللي فيك نيوز اللي بيحكوا للمواطن شيء غير واقعي، إن شاء الله إنه كل الإعلام اللي مرتبط بالأحزاب يتحدث بواقعية عن نفسه وعن الحزب اللي ينافسه، لكي يكون صادق مع المواطن والمواطن يختار المبني عليه المعلومة الدقيقة، وليس وهم المواطن بشيء وبعدين يقنعه بشيء آخر. والجامعات والمدارس طبعا المعلمين جزء أساسي من التعليم، غير الكتيب للديمقراطية الحيادية في التدريس، احترام الرأي والرأي الآخر، وزرع أسس الديمقراطية. ويجب أن نتذكر بأنه المعلم هو الذي يجب أن ينظر له كشخص ينظر له الجميع وترفع له كل القبعات، ولكن يجب أنه يكون حيادي في تعليمه لأسس الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر في كل ما يرى. وأساتذة الجامعات والجامعات يجب أن يكونوا جزء أساسي من العمل الديمقراطي. فنحن اليوم أساتذة الجامعات لفترة طويلة ما كانوا حتى يستشاروا، اليوم إن شاء الله الجامعات ستؤسس لبرامج، وبالأحزاب تكون لها علاقات وطيدة مع الجامعات اللي تكون كلهم دراسات اللي يدعموا كل الأحزاب. طبعاً القائمة تطول، ولكن في عنا لحظة تاريخية وما عنا مجال للانتظار. الآن المدة الدستورية لمجلس النواب تنتهي بعد سنتين، والانتخابات الأولى ستكون هي معيار رضا المواطن عن نتائج ما يعمل اليوم. ولكن الأهم بأنه إذا صار في أحزاب برامجية صادقة بوعودها سيتشجع المواطن بأن ينخرط أكثر في الأحزاب، وال50% وال65% ستكون فقط أرقام ولكن ستزيد، لأن المواطن بده ينتخب حتى على المقاعد المحلية حزبيين. إذا لا سمح الله لم يحصل ذلك فستكون انتكاسة لنا جميعا ولرغبة جلالة سيدنا وللمواطن الأردني اللي تليق فيه بإذن الله هذه المرحلة الجديدة. فالشكر لكل المواطنين، والشكر لكل المؤسسات الرسمية، ولجلال سيدنا حفظه الله اللي هو حامل المسيرة وراعيها والحريص على إنجاحها كما تفضل أبو حارس واللي نسمعها بشكل دائم. ونطلب من السيدات والشباب اللي موجودين اليوم أن يتذكروا بأنهم نص المجتمع و 70% من المجتمع، وهم الذي بإذن الله سيقررون الكثير إذا أرادوا، وإن شاء الله القضاء
تضحيات الجسام للرحيل الأول ستكون قاعدة دمئوية جديدة وأردن جديد. نتعلم من سلبيات ونعظم المنجزات ونكون إن شاء الله حتى إن اختلفنا بالرأي السياسي أعلى واحدة لا يجمعنا إلا حب الوطن. شكرا. دولة الرئيس شكرا جزيلا حقيقة لأنه الشباب الفريق العمل اللي عد لهذا اللقاء اليوم حط مجموعة من المحاور لأنه بيخرج عنها ورقة متكاملة. فبدي أشكرك أنا غطيت غالب المحاور إن لم يكن كلها وأنا قاعد بتبع شو الأشياء اللي بدي أسألك عنها بعدينا. في شيء واحد دولة الرئيس بودي إنك تحكينا عنه تطرقت له لكن بحب إنك تتوسع فيه أكثر. هي نصائح للأحزاب السياسية القديمة والناشئة. حكيت عن الجامعات والشباب والمرأة وسنة بعد تشكيل اللجنة، لكن الآن الأحزاب اللي موجودة وعندنا مجموعة من الحزبين المخضرمين والكويسين، البرلمانات القادمة لن تغير في شعور المواطن وسيشعر بأن الأحزاب جزء أيضا من العملية السياسية لن تؤدي إلى شيء. فبداية يمكن برنامج واضح وصريح اللي ويجمع بين ما تسمع الأحزاب وقناعة المؤسسين بأنه والله أنا هذا حزب اللي رأي بالتعليم، اللي رأي بالصحة، اللي رأي بالاقتصاد، كل ونذهب إلى كل الأماكن بغض النظر حتى لو سمعت أنا إنه في منطقة لا تتفق مع 100% من الطروحات روح على هذه المنطقة وأقنعها بأنه هذه الطروحات هي نتائجها إذا انتخبتوني 1-2-3. فأعتقد المواطن الأردني اليوم بحاجة لبرامج واضحة سابقة تعبر عن رغبات وايضا يستطيع محاسبتها في المستقبل. اشكرك سيدي، يعني هذا كلام مهم جدا اخواني لانه اذا سعي الاحزاب البرامجيه للاصوات سوف يدفع بها باتجاه ان تقول للناس ما تريد ان تسمع فقط، هذه تصير شعبويه ومؤذيه للاحزاب وللوطن. اللي بيحكيه دولة الرئيس واضح انه البرامج يجب ان تكون واقعيه وتخاطب الناس بواقع الحال وما هي الحلول لهذا الوضع. هذا مهم جدا اشكرك عليه دولة الرئيس. طيب اسمحوا لي عشان الوقت ننتقل لمتحدثتنا الثانيه السفيره بريجيت السفيره البريطانيه. اهلا بك سعاده السفيره. بدنا نعمله بالعربي اللقاء. لا I'm going to speak in English and that's okay. شكرا. طيب الدولة البريطانية صديقة للمملكة الأردنية الهاشمية، كيف تنظرين لعملية الإصلاح السياسي في الأردن؟ How would you, Ambassador, look at the political modernization process in Jordan as an ambassador of a country friendly to Jordan? Please. Hello, first of all, thank you very much for inviting me to join you today and thank you, Excellencies. It's an honour to be here. How does the UK see the political reform process in Jordan? We think it's tremendously important. So I've been really delighted to see the renewed energy that has been put behind political reform in Jordan since the formation of the Royal Committee on Modernisation of the Political System last year and seeing the progress of all those laws in Parliament this year. Seem to have lost the microphone. Mike. واضح في جهات لا تريد الإصلاح السياسي. I can talk, but I don't know if I can. No, I think wait for the mic. So we really support this. We really welcome the renewed energy behind it. I really welcome the progress that's been made so far, and a lot has been done in a short space of time. Also welcome how inclusive the process was. I think how great an effort was made to involve all parts of society in the Commission's work.
and that there is also, alongside it, this new Vision 2033 for economic modernisation. From the UK's point of view, these processes go hand in hand. So why do they matter? They matter because they can deliver better outcomes for citizens. So better political representation, better political participation can deliver better outcomes for citizens. And the things I really wanted to emphasise are three I's in English. I know it won't translate exactly into Arabic, but three things that we see as really key. The first is in community. You're from a very small group. It's very hard to feel supported, and you need all the friends and supporters that you can have. So I think celebrate success and help each other. That goes for the new political parties forming. I think you need to, you are competitors, but you should also work together to share your experiences and lessons going forwards and your personal responsibilities. Parliament, you've got to change its ways of working to make it possible for people of all kinds to participate and be members of Parliament. So I think you need to look at the ways of working as well as the what, so that it's clear that it is genuinely open to everyone. Thank you. Thank you. Thank you. May I follow up on that? We put in the political modernization committee a 10-year goal to reach the status needed. 10 years is a reasonable time? So I think the vision is ambitious. So I think a 10-year time scale is a good time scale to work to because it gives you enough time to make some real change. But it's short enough that it gives you a near horizon, it injects a sense of urgency. And so I think it's a good timescale to work to, but it is an ambitious programme of change to reach in that timescale. But I think it's good to have ambitious goals, it's good to have those to drive this change forward. Jordan can't afford to wait in some respects. And what I haven't said, but I should emphasise, is I really believe 100% successful. And that's also something about the conversation with society and the community. The important thing is to show that some change is being made and that is making a difference to ordinary people's lives. There will be disappointments, there will be setbacks, but it's important to keep going. Ambitious goals are good. Okay. I'll let the Prime Minister tell you at some point what His Majesty did. Yes. You want to say it, please? Sure. English. English. When the political parties committee members, and even Dr. Amer came and saw me and said, we can't do this. We can put 30% first phase, and then 50% and 65% we'll put it as recommendations, but we're not going to put it in the laws of phase two and phase three. So I said, are you sure? And everybody said, we're sure. So I went up and asked for an audience with His Majesty, met with His Majesty, told Your Majesty, everyone in the committee says, let's put 30% and a recommendation of 50 and 65% within the 10 years. And His Majesty's immediate response was, Semir, go back and tell them 50% and 65% in the law, because if you don't put it in the law, the 30% is going to be the first and the last time the political parties will have that chance. So it was the first time that His Majesty intervened A, in the committee and against the will of the committee, because he felt that we weren't ambitious enough, and they came up with a very good way of putting a sunset clause, and thanks to Parliament this was approved and now this is law, and inshallah we'll meet that ambition with hiccups along the way, I'm sure. Thank you so much. And he insisted on 10 years instead of 20, right? I was the 20-year advocate. Okay, lastly, Ambassador, how do you think political reform will impact Jordan's regional role? Thank you. So first, just to acknowledge the critical role that Jordan plays in the region, including in supporting and being a really active advocate for regional stability. And one of the things that we're very proud of in our partnership with Jordan is how Jordan
set some ambitious vision for this, but I think really taking the steps forward to make it a reality, being inclusive and representative of the population. The UK recent plans, one on Scottish independence, one more notably perhaps on membership of the European Union. But I hope what those referenda shows also is that the UK really values the voice of everybody in the UK, and obviously the result of the Brexit referendum, it was a difficult result for some people. The country was very split, but we respect the democratic will of the people. So they chose, they decided, the job of government is to implement that, and that sends a really strong message about how much the voice of the people matters, but also the confidence I think we have as a country that when we are when we have strong political life and active political participation, we can be a powerful country on the world stage, whether we're in the European Union or not. So we are remaining in Europe, we are very strong partners to Jordan, we have a very strong collaborative international community here, and I think I don't try to speak on behalf of them, but I know that many of my colleagues in the international community are as much behind this process of political reform as I am my country. So we wish you every success in this. And the very last thing I would say is this is everyone's process. The more you can make this feel as if it's a process that belongs to everybody in this country, and that everybody can play a part of it. And what you want to say to people is, what you want to hear from people is not only what they need,